صباح الخير عليكم عرب اليوتيوب. صبحت كاميري راه من 8 تاع الصباح راني ديجا نعمر في الفيديو. بون اسئله راه تجي بزاف، راني كيما داك الامام تاع الراديو اللي يرسل اسئله ويجاوب. صح، شوفوا السؤال اللي البارح انطرح، قال لك المطعمات مين نجيبوهم من الجزائر؟ هذا اللي هم عايشين في الخارج، ياك تيبيكمون هاللي الناس عم يرسولي بزاف لي ميساج راهم في كندا، بصح تطبق على اي انسان عايش في الخارج. قال لك مين رانا نجيبوهم من الجزائر راهم يتبدلوا. صح سيدي. بون قال لك زعما ما رايك في هذا المشكل وكي نديروا باش نسلكوها وكل شيء. بون نعطيكم انايا الراي تاعي في هذا المزمار. شوفوا، هي تبدال لابد منه. نقول لك حاجه، انا كنت نسكن في جنيف اون سويس، ورحلت مثلا نقول باري، بعد رحلت لانجلتير، بعد رحلت على بلاصه، في كل بلاصه تبدلت. سي نورمال، هذاك التبدال ميم يكون عايش في الخارج يصرى لك، بصح التبدال نتوما لاحظت بلي تعطوه معنى ماشي مليح، تعطوه كونوتاسيون نيجاتيف. او التبدال لو بلو سوفون سي حاجه عادي تصرا في الدنيا. انت بروحك عايش في لا ميم فيل، نقولوا حنايا لو كان قبضوك يا ديزو نقبضوك دروك ما عرفتش كيف. دونك هذه تبدا لابد منه، سي حاجه، هذه حاجه نورمال. لو كان واحد يروح نقولوا من بوغيرات ولا من حاسيب النيف ولا حاجه ويروح لاجي يتبدل، سي نورمال، باسكو الانسان عايش مع لونفيرونمون تاعه، مع المجتمع تاعه. كي ترحل تتلاقى مع ناس جدد، يجوك افكار جدد، تشوف صوالح جدد وكل شيء، سي نورمال تتبدل. من بعد لو كان تروح من الجي لباري ولا من الجي لطوكيو ولا لمونريال ولا لتورونتو ولا نيمبورتو، غادي تبدل تانيك. هذه يطبق عليك بصح مرة تانيك يطبق عليها هذا من فاصل. الفرق بين مرة عايشة في الخارج ومرة عايشة في الجزائر، نقول لك وين راه. تخيل انت عايش في باري مثلا، تلاقى مع مرة عايشة في باري دبي 10 ans. لافونتاج اللي راه عندك في هذه الحالة، نقولوا عندك شويه ستابيليتي معها، ستابيليتي دون لو سونس اللي هذيك المراه راها وصلت لا تمبيراتور امبيونت، نقولوا حنايا سا سينيفي راها عايشه في الخارج دبي لونطون، كيما راك تشوفيها كيما غادي تكون، راك فاهم. هذه هي لكش تبدل، وقع لها يا لونطون من جد. دونك انت ما عندك سوربريز. المشكل مع ماشي مشكل سي ظاهره زهره اجتماعيه، ماشي مشكل، ما سموهاش مشكل. مع المرأة اللي تجي من البلاد، كمية توصل للخارج حتما غادي تبدل. مثلا هذاك تبدل، اسكو داك تبدل مليح ولا ماشي مليح؟ هنا يبقى سؤال مطروح. بزاف مشاكل لاحظتهم، كاين الناس يقول لك تبدلاتو منا، بصح كي تسمعها هي وتسمعها هو وكل واحد من جهته، تشوف بلي عامة نقول لكم انا صح، هادوك اللي يجيب وحده من البلاد جينيرالمون غادي غادي يتربوا عليا في هاد الهضره، ماشي جينيرالمون واحد ما يعممش، بصح كاين بزاف يبغوا يسيطروا عليهم. نقولوا حنايا يقول لك انا هنايا نسات، احنا ما طقتش عليهم الكور، انا ما نطقش عليهم باسكو راه هنايا راه مع لا فامي تاعها، راه في بلادها، راه منا، انا ما نطقش عليها. وحده راه عايشه هنا، انا ثاني ما نطقش عليها باسكو راه وافت لا ليبرتي وكلشي. راك ماشي في الهضره كي داير. شي يقولك جيب وحده من الجزائر وروح نجيبها من الحشم، ولا نجيبها من كاش بلاصه مودره ونجيبها هنايا نسيطر عليها هكا نقردفها. البروبليم سي كو هاد التخمام، هذا التخمام ماشي مليح، باسكو هاد التخمام ما يتمشاش. باسكو تجيبها من الجزائر الي نورمال، هي دوك من جهه هنايا. تخيل انت راك جيت للخارج، خلصت شي خلص في البري، غادي الناس يكبروا ما تشوفهمش، غادي بالك الشوابين تاعك يموتوا. هادي دنيا يعني نقولك ما تشوفهمش، راك فاهم، تاي تليفون ولا راك فاهم صوالح كيما هكا. دونك البري غالي بزاف، تترفد الميزانيه، تترفد الدل بونون لونطون عاد باش تلحق القيمه تاع بنادم، راك فاهم. كي توصل هنايا للخارج تحط كريك راك موان 10000، ماكش ميم با في زيرو، ماكش ميم با بنادم، راك تحت بنادم. ويلي يقلك تكافح شعال غير باش تبين بلي انت بنادم، راك فاهم، وتحس بروحك بنادم ضايع. هي ثاني كسر ميم شوز، هذا البري ثاني غادي تخلصها كيفك. دونك كاين حاجه بزاف شتهم يديروها، نقول لكم بصح، انت عايش في الخارج بصح هي تبغي تعيش في الجزائر، راك فاهم العفسه كي دايره. نوضح لكم الامر هذا امبورطون. كاين اللي راه عايش في الخارج ويجيب امراه من الجزائر، بصح ناوي كوا، ناوي لا سيتواسيون سويفونت، ناوي
فلاباختومون تاعه يخلق جمهورية جزائرية تماك، يخلق جزائر صح. من دخل درابو الجيريان صاي ماكش في خارج في الجزائر، اي معناتها هو يطبقوا عليه القوانين والقواعد تاع الخارج، ولا في الخارج راه ليبر صاي، بصح المراه اللي يجيبها تقعد في الدار وتعيش على حساب الحساب تاع الجزائر صح. سيني في هي صاي ماكش في الخارج، جيتي هنايا بصح تخلصي تبغي تخلص، هي تخلص لا فاكتور كيفه ولا اكثر منه بصح عايشه في البلاد، فهم يخلق لها مجتمع، يخلق لها بي صغير سمي. قال جبتك من الجزائر اش خاصك، راكي عايشه في الجزائر، كنتي في الجزائر تاكلي في الشوربه عند باباك، راكي هنا تاكلي في الشوربه اش تبدل لك فاهم. واه صح على بالي باللي الجزائر تساوي 800 كيلومتر بصح ما عليش، راكي عندي هنا كي في داري تكومبون. هذه غلطه وهذه غلطه كبيره، هذه غلطه كبيره بصح ما تنجمش تسيطر على بنادم بهذه الطريقه. الا نتايا جيت واكتشفت صوالح في لوروب ولا في لي ايتازوني ولا واللي خلاوك مثلا دير صوالح اللي ماكش نجم ديرهم في الجزائر، علاه جيت من الجزائر؟ علاه جيت على باس؟ جيت باش تبدل، جيت على خاطر التغيير، باش تغير حياتك، باش تغير لي بيرسبكتيف تاعك، باش تغير المعنويات تاعك، باش يروح لك الديكوتاج راه فاهم. وهي ثاني جات بور لي ميم ريزون، علاه هي علاه تظلمها وتمنع عليها باش تكون عندها لي ليبرتي اللي هنايا في الخارج كاينين، سي سا المشكل. دونك هنا تحبس بهم الناقه، هنا تحبس بهم صافي سيني في ما يروحوش بعيد، يبقى هو يبقى هي تقول لك واه انا مسيطر عليا وحاسب روحها وكاع صحاباتي يسوقوا ولا كاع صحاباتي يخرجوا ولا كاع صحاباتي منا وانا غير بغيت نروح نريح نروح السينما نشوف فيلم اللي يخرج ولا حاجه راه فاهم. اخصها جايحين انا هضره فاجحين كيما قال، وهو يقول لك واه ملي جيت هنايا وصابت لا ليبرتي وصابت منا. شوف الا خصك المراه تاع اللي تبلع عليها كلشي روح لل راح الهود البلاد، راه كاش دوار سم كاش دوار قدب طاطي قالك دايرها شري 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 كاش شري كاش نصيب تمك وريح. سي سا سي سا سي سا البروبليم. دونك نقول لكم حاجه، هذا التغيير لابد منه، سي يفو جوست تقارع له فاهم. انا راني نشوف روحي منا لو كان تعمك دروك نطلع امراه من الجزائر لا بروميير شوز غاتو دون نقول يا كي دايرين راه فاهم، غاتو الحياه تشوف هذوك يا كي دايرين شت كي ديروا كيما هاكا غاتقرقجك بها لي بروميير طون. ومن بعد يا شونجمون يجي، اسكو نتايا غاتخرج راجل وغادي هذا الشونجمون تمشى معاه وتطوروا في رحبه في زوج نتوما دون بون سونس، ولا غادي تخارى وغادي تولي عطيني نعطيك تولي تعطيني نعطيك حتى تنهار لي. دونك هذه ماشي سهله خاوتي، ماشي سهله سي كو البروبليم تاع من تجي مرا من الجزائر تتقارع لهذا المظهر تاع بلي ما تكونش ا تمبيراتور امبيونت، غادي تجيبها ما تكونش ا تمبيراتور امبيونت، ما تكونش طابت كومبليتوم، غادي كي تجيبها توصل لهنايا تما غادي طيب. اي ابري بون فوالا نتايا نشوف نتايا اسكو غادي تخرجوك ولا ما تخرجوش، سي هذه هي هذا ما كان بون. طالو في روحكم ونجي غدوه ندير لكم اسئله اخرين تما لي نكرهوا لي ما يجيش راكم فاهمين. انا كيما هكا هواوي مع يوتيوب، دي فوا تبالي نجي دي فوا يكرهوني العرب نروح ما نزيدش نولي بصح بون. هل هي ما سي راكم عاجبيني وصافي هاي طالو في روحكم.